السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائنا الطلاب وآبائي وأخوتي الكبار الأساتذة المدرسين. وهو تكلمنا عن الطلاب الأعزاء وشلون يجب أن يكون 90% من الجهد المبذول يجب أن يكون على الطالب والعشرة بالمئة على الأستاذ. الأستاذ موجه، لكن هاي العشرة بالمئة مهمة جدا، لكن هاي المرة لازم شوية نعيل على أنفسنا وأولهم أنا. خلينا نجي نتكلم على ضوء الأسئلة. يعني السؤال الأول يجب أن يكون قطعة خارجية. قطعة خارجية الهدف مالتها كيفية تعامل الطالب مع المواد ومع الكلمات التي تكون من خارج المنهج وشلون يشتغلها. هنا بعض الأساتذة يجيبون يعني قطعة صعبة عادي ماكو إشكال، أسئلة صعبة هم ماكو أي مشكلة، لكن هنا يجب على الطالب، بعض الأساتذة أكيد يقولون يجب على الطالب أن يكتب الأجوبة اللي الأستاذ يريدها مو اللي موجودة بالقطعة. يعني يجي بعض الأساتذة يقول لك يا بتاعت ليش ما مرتب السؤال؟ طيب أستاذ أنت الهدف من القطعة الخارجية مدى إدراك الطالب، طيب السؤال طيب جواب. يعني إذا شفنا الأسئلة اللي موجودة بال 2016 الدور الثاني، هنا نعطيه حرية للطالب أن يريد يرتب السؤال أو ما يرتب السؤال، فهاي مو مشكلة. المشكلة أنه أنت تعطيه سؤال تريد جواب. هذا بالنسبة للسؤال الأول. نجي إلى أسئلة القطع. أسئلة القطع يتكلم عن القطع موجودة بالكتاب. هنا القطع الموجودة بالكتاب أكو يعني كل قطعة بها نقاط أساسية يصيحونها كلمات مفتاحية أو مفاتيح الكلمات. طيب هنا شو يسوي؟ هنا ذن النقاط اللي يحفظهن الطالب. فهنا نركز على المواد الأساسية اللي موجودة بهاي القطع واللي يجب على الطالب أن يدركها. طيب راح تقول لا لازم الطالب يدرس كل شيء. خلينا نضرب لكم مثال، كلنا عايشين في بيوت اكيد ماكو واحد عايش في الشارع، لكن اذا سالنا واحد سؤال مثلا شنو لون الغرفه مالتك اكيد راح ينسى، مو مثل الاساس. انت قاعد تساله عن اشياء جانبيه. خلينا نسولف لكم قصه صارت مع هارون الرشيد. هارون الرشيد اجى واحد يشتكى على الوزير مال هارون الرشيد وقال انه هذا الشخص سلب ارضي. طيب هارون الرشيد سأل الرجل الفلاح قال له هل تعرف كم شجرة في أرضك؟ الرجال ما عرف، قال لا ما أعرف كم شجرة. قال إذا هاي القاع مالتك، هاي القاع مالت الوزير، أنت الوزير كم شجرة في أرضك؟ فقال له إنه يوجد تقريبا 100 مثلا. قال فقال صحيح، إذا هاي الأرض للوزير. قام البهلول، مش قال البهلول؟ قال سيادة الخليفة هل تعرف كم غرفة في قصرك؟ سكت الخليفة، قال لا ما أعرف. قال إذا هذا القصر مو إلك. على العموم اللي نريد نقوله إنه قطع الكتاب موجود بها أشياء مهمة تفيد مغزى القصة، لا نجيب أشياء جانبية وتتيه الطالب. نجي إلى السؤال الوراء. السؤال الوراء اللي يكون سؤال القواعد. إيه سؤال القواعد؟ من حق الأستاذ يحاسب الطالب على الأخطاء الإملائية والأخطاء القواعدية، وهنا يجب أن يتبع القواعد كما هي. لكن خلينا أيضا نتكلم عن بعض الأشياء الجانبية. يعني مثلا في موضوع الريجرت أكو مثال موجود، تمرين موجود بالكتاب، وهذا التمرين يمكن أن يحل بأكثر من طريقة. لا تحكم على الطالب أن تحل إلا بالطريقة اللي أنت تختارها، طالما أن المعنى مضبوط والقواعد مضبوطة وما بيها أي مشكلة. إذا لا تدوخون الطلاب بهاي الشغلات. على العموم يجي وراء اللي هي الأدب أو المفردات. عندنا سؤال المفردات، هاي المفردات أيضا تقسم إلى عدة أقسام. عندنا مثلا الإسقاطات والتوصيلات، هاي تحتاج معنى. وعندنا أسئلة المفردات أو الإضافات مثل ما نصيح لها، هاي الإضافات من حق الأستاذ أن يحاسب الطالب على الخطأ الإملائي ولو بحرف واحد. وراها عندنا الأدب، وهذا الأدب أيضا يعني مشابه للقطعة، أيضا يجب أن نركز على الأشياء المهمة. نجي إلى معضلة الطلاب وهو الإنشاء. الإنشاء هنا الغاية من الإنشاء أن نقيس مستوى الطالب في كتابة الإنشاء، شلون تكتب إنشاء. بعض الأساتذة يقول لك لا إلا تكتب الإنشاء مالتي، إذا ما كتبت الإنشاء مالتي فهي لا أنت صفر وأنت راسب. يا با الإنشاء اللي أنا كتبت لك يا أستاذ بي خطأ؟ قال إيه هذا مو مالتي. يا شنو مو مالتك؟ قال إلا تحفظ الإنشاء مالتي يعني. طيب احنا نقول انه هذا الحمد لله والشكر ما واجهتنا هنا، لكن اكو حالات نادره، اكو حالات يعني
تواجه بعض الطلاب، يا ريت الأساتذة يتجاوزون هاي، لأن الغاية هي معرفة قدرة الطالب على كتابة إنشاء، فلا تحط الطالب في موضع حرج. هاي الشغلات إذا أصر عليها الأستاذ راح الطالب يكره المادة وراح يتعقد من عندها، وأكيد بالتالي راح يدور يحكي على الأستاذ. والغاية أولاً وأخيراً هي كيفية جعل الطالب يحب المادة مو يكرهها، لأن الطالب إذا حب المادة راح يبدع بيها، فلا تجعلون الطلاب يكرهون المادة. شكراً جزيلاً.